تتفاقم أزمة المياه والتصحر في العراق يوماً بعد يوم، حيث تنخفض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا إلى مستويات غير مسبوقة. وعلى ذلك تنتشر التحذيرات في العراق عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية على حد سواء من خطر استمرار انخفاض المنسوب النهري وانعكاساته البيئية والاقتصادية. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا تداولا لصور مفزعة لما وصلت له حالة دجلة والفرات من جفاف، حيث يبدو القاع فيهما واضحا في بعض المناطق. وخلال الساعات الماضية انتشر مقطع لعراقيين يعبرون نهر دجلة سيرا على الأقدام عبر المجرى المائي للنهر بعد أن كانوا يحتاجون إلى جسور وقوارب للعبور. دعونا نشاهد. إلى دولة رئيس الوزراء العراقي. جربت تمشي بنهر دجلة سيادة دولتك؟ جربت تمشي بنهر دجلة؟ جربت تشوف النهر لوين واصل مستواه؟ احنا أمام كارثة بيئية، كارثة تنذر بجفاف نهر دجلة بالكامل. أنا الآن أقف وسط نهر دجلة، وسط النهر. شنو اللي راح يصير؟ شنو اللي ممكن تقدموا لي هذا البلد؟ وشنو اللي ممكن نخسره بعد حتى تخاطبون تركيا أو إيران وتدعوها إلى فتح السدود؟ يا دولة رئيس الوزراء، احنا امام مشكلة عطش. دجلة دي يموت، دجلة دي يجف. تشوف هذه الكاظمية، هذه العظمية. ما مر بتاريخ بغداد ان يكون الجفاف بهذه الطريقة ابدا. كل اللي كنا نعرفه انه حدث فيضان في العراق، لكن مع الأسف أمام أنظار حضرتك هذا المنظر والإجرائمكم بعد أنتوا الجهات التنفيذية مو إحنا. مؤسف بكل تأكيد. العراق من جانبه يعقد منتديات واجتماعات وندوات في محاولة لإيجاد حلول ناجعة تنهي شبح جفاف الرافدين، كما تجري بغداد وأنقرة مباحثات للحصول على مزيد من الإطلاقات المائية. وبحسب مكاتب الأمم المتحدة العاملة في العراق، فإن هذا التدهور أيضا يرجع إلى تغيرات المناخ ونقص الأمطار وزيادة الاستخدام غير المستدام للمياه.